السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعرف دلوقتي ازاي ان احنا نكريت فاميلي. فرضا لو احنا عندنا أعمدة بشكل غير تقليدي، عايزين نعمل أي حاجة جديدة، فده بنرجع ان احنا نصنع الفاميلي ذات نفسها اللي هي الوحدة الرئيسية في ان احنا نكون الموديل بتاعنا. عشان نعمل نيو فاميلي من هنا، من نيو، وهنا بيبقى في حاجة اسمها الفاميلي تمبلتس. طبعا لو عايزين المسار بتاعها في المسار التقليدي اللي هو من بروجرام داتا لحد ما نوصل لرف 22، ونخش على فاميلي تمبلتس، ومن هنا بنخش على انجلش، ومن انجلش هنا احنا مثلا عايزين نبتدي ان احنا نعمل فاميلي كولمز، بننزل تحت لحد ما بنلاقي استراكشر كولم وبنعمل اوبن. في خطوات رئيسية ان احنا نعمل منها كريت الفاميلي، قائمة كرييت، ولو احنا عايزين يبقى في جايد لينا نرسم عليه بنسيرت ونعمل امبورت كاد ونستورد اي حاجه احنا محتاجينها. يبقى احنا دلوقتي عملنا قائمه كرييت. في قائمه انوتيت دي بنستخدمها ان احنا نحط بقى البارامترز بتاعتنا، وهنعرف يعني بارامترز دلوقتي. في عندنا ان احنا نتحكم بقى في السايد فيو وكده يعني. وفي شويه في موديفاي. احنا اول حاجه لازم نعرف ايه اللي ظهر قدامنا ده. دي الخطوط من القطه دي اسمها ريفرنس بلان، موديفاي ريفرنس بلان، ده اسمه ريفرنس بلان. ده انا بس هحذف الكلام ده ونبتدي احنا نعمله من اول تاني مع بعض. ده الزائد اللي هما الاتنين الرئيسيين في النص دول، هما دول النقطة اللي احنا لما بنيجي نرسم عمود مثلا ولا حاجة، او نرسم قاعدة، بتكون القاعدة ممسوكة من النص او من السنتر بتاعها. فهو التقاطع ده هو السنتر. لو احنا فرضا جينا ان احنا عملنا من الاكستروجن دي، فرضا انا هنعيد كل ده تاني، لو احنا مثلا جينا عملنا كده، يعني معناه ان العمود بتاعنا هيتمسك من النقطه دي. طب لو حركنا العمود كده يبقى هيتمسك من نقطه بره، تمام؟ يبقى ده الفكره. وهنعرف الكلام ده كله دلوقتي. اول خطوه عندنا ان احنا بنعمل الريفرنس بلان من قائمه كرييت، ونعمل ريفرنس بلان. احنا اول حاجه احنا محتاجين نخلي العمود بتاعنا في السنتر، زي ما احنا كنا رسمنا دلوقتي في حاجه كده. ان انا لما باجي ارسم مثلا عمود مربع كده، انا مش عارف ازاي اوصل للسنتر ده، سنتر الشكل ده، ازاي احطه في السنتر بتاع التقاطع ده ذات نفسه؟ هقعد بقى احركه كده؟ لا، احنا مش عايزين الكلام ده. احنا اول حاجه بنقول قايل له من كرييت هنا، ونيجي حاجه اسمها من ريفرنس بلان دي، نقوم جاي قايل له احنا هنرسم ادي ريفرنس بلان كده زي اللي كانوا مرسومين في البدايه بالظبط يعني. ادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع، تمام. في بقى كونديشن عندنا، المسافة ما بين الريفرنس بلان ده والريفرنس بلان ده لازم تكون هي نفس المسافة ما بين ده وده، بحيث ان هما يبقى المسافة دي قد المسافة دي، وهكذا. الرأس ما بين ده وده هي نفس المسافة ما بين ده وده ده وده. فأعرف الكلام ده ازاي؟ والله بنعرفها بقى بأنوتيت. يبقى احنا بنعمل كرييت، وبعد كده نروح نعمل أنوتيت. أنوتيت نقوم جايين هنا من الدايمنشن، نقول له والله الدايمنشن ده بده بده كونتينوس، ما فكش الـ وانا شغال. اقوم كده اضغط في النص كده، وفي حاجه ظهر لنا فوق هنا اسمها ايكوال اي كيو، نضغط عليها كده هتلاقيه دايما خلى الاتنين قد بعض. طب نجرب دي على الرأسية كده اهو، ما خرجناش برضه من الامر، نضغط ضغطة في النص كده ونقول له ايكوال، ظبطهم مع بعض كده. لو احنا جينا قمنا جايين كده اهوت، جايبين بقى كريت تاني وجايين من اكستروجن ده، وجينا نرسم، هنرسم بقى جوه البوردر ده. خلونا قبل اي حاجه نقول ان احنا عندنا في كذا اوبشن نرسم من خلالهم اي قطاع احنا عايزينه. اكستروجن ده لو انت بص وقفت بس شويه كده على الشكل كده، هيقول لك هو بيبقى مسار كده معين ويطلع راسي، او بوردر معين ويطلع راسي. اما بليند يبقى هو الشكل اللي تحت، مش شرط هو الشكل اللي فوق. يعني مثلا برسم شكل سداسي وفوق شكل مختلف، يبقى مختلفين عن بعض، ومش شرط يكونوا بنفس ال يعني عمود مايل مثلا. يبقى البلان بتاعه اللي فوق مش على نفس الارتفاع العمودي بتاع البلان اللي تحت. فاكستروجن ده هي اكتر حاجه بنستخدمها يعني. بليند او ريفولف دي لو احنا مثلا شكل كنا بناخد في التكامل قبل كده في اعدادي، بيبقى مثلا مثلث، ولو جينا لفينا المثلث ده 360 درجه حول نفسه هيعمل كون يعني مخروط. سويب دي مثلا لو انا عامل مثلا ريكتانجل وقعدت الفه يعني احركه على مسار، هيعمل لي شكل ومفرغ من الداخل يعني. فلو احنا بس وقفنا على كل حاجة من هنا، هنلاقي ايه المسار بتاعه بيترسم ازاي وهكذا يعني. اهو ده المسار، وده الشكل اللي عليه، ونحركه فبيتحرك معانا بالشكل ده. بس اهم اتنين احنا بنقدر نشتغل عليهم هما اكستروجن وبلند. اكستروجن دي طبعا
في كذا اوبشن نرسم من خلاله، ممكن نرسم باللاين ده ونبتدي نمشي على كورنر، او مثلا بامر الريكتانجل ده مثلا ونقول انا هبتدي من هنا لحد هنا، بحيث ان ده هو يكون العمود بتاعي. نعمل شيدت كده، هذا شيدت ده. طب والله انا عايز اتحكم برضو في ان هو اتغير الابعاد دي. انا لا، عايز اوريكم حاجه بقى مهمه. لو انا جيت مثلا حركت الريفرنس بلان ده، ايه اللي اتحرك؟ هو مربوط بيه اهو. يعني لو حركت برضو الرأس كده مربوط بيه، يبقى انا دلوقتي لو انا اديت اللي هو اعرف له دايمنشن ما بين ده وده اللي هو الاول والاخير، ويبقى متغير هيزود لي الابعاد. طب تعال نجرب الكلام ده كده، انوتيت ونيجي اللاين تاني، نقول له انا عايز دايمنشن من هنا لهنا، واقول له انا عايزها تبقى كده، ومن هنا لهنا وعايزها تبقى كده. طب ايه اللي يفرق دول على الدايمنشن التانية دي؟ اه ده فيها ارقام. طب الارقام دي انا عايز اعرفها تبقى متغيرة، بضغط عليها ضغطة كده واقول له هنا. هنا ممكن تلاقي في حاجة جاهزة، متعرفين جاهزين جايين من البرنامج، تمام. وممكن نعرف له حاجات تانية، نقول له هنا من كريت بارامتر انا عايز اكريت. طب تعال نجرب دي ونجرب دي، نجرب واحد كده واحد كده. ده مثلا اهو، هو اختاره من الليبل هنا واقول له ان دي الدبس، اهو غير لي على طول تلقائي ان هو 500، وده ايه متغير. وهاجي عند التاني كده، بس هعمل هنا بقى كرييت واقول له مثلا سميها دبليو مثلا، واقول له اوكي. في حاجه هنا طيب وانستنس، وهنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي. نقول له اوكي كده. يبقى الفرق ما بين الاتنين، لو في حاجه جاهزه في اللود بياخد لك نفس الطول على طول، اما لو انا عرفتها بيعتبر ان ده هو اللي انا الاساس اللي هشتغل عليه. طب والله في بقى حاجه مهمه جدا، وهي ايه؟ ان احنا نيجي في الباك هنا، ماشي، في الباك دي، ولازم نعمل الشيدد هنا. ده العمود بتاعنا مش واصل. عارفين ان احنا لما بنيجي نرسم العمدان وكده بنقول له والله في عندنا البيز ليفل والتوب ليفل. ده البيز ليفل اهو، ده البيز ليفل وهو مربوط بيه. لو احنا جينا ربطناه حركناه كده وربطناه باللي فوق، قلنا قفلنا اللوك دي. لو احنا جينا بقى حركنا ده كده ما بيتحرك معاه، يبقى ده لو في مثلا دور ارتفاعه 2 متر هيرسم على قد ال 2 متر، لو 4 متر على قد ال 4 متر، لو 3 وهكذا يعني، تمام. فلازم نتأكد ان ده معانا. ممكن برضه بكل بساطة نقوم جاي فاكين دي، بس هنا هشوف قالك لو عملنا ريموف كونسترينت هيبقى عادي جدا يعني، بيتحرك اهو عادي لوحده، وده مش مربوط بيه، تمام. يعني مش يعني ملوش علاقة بيه اصلا. ممكن نعملها من اونلاين تاني، اونلاين ونقوم جاي جايبين دي مع دي ونقول له لوك، اي طريقة انتوا حابينها. نرجع تاني بقى ايه، نفتح السيري دي كده، وهو ده العمود بتاعنا شيدد، هو ده العمود. طب عايزين نتيست العمود ده هيتغير الدايمنشنز بتاعته ولا لا. في هنا بقى عندنا قيمتين مهمين جدا، وهي القيمة الأولانية فاميلي كاتيجوري والفاميلي تايبس. الفاميلي كاتيجوري بتحدد لي العمود الفاميلي ذات نفسها، لما أجي أستوردها جوه المشروع هتكون موجودة في كاتيجوري إيه بالظبط، لما أجي أرسم عمدان يبقى ستراكشر كولوم، تمام. لو عايزها تبقى موجودة في ستراكشر فاونديشن هنلاقيها في ستراكشر فاونديشن. نقول دلوقتي ستراكشر كولوم أوكي. بعد كده هقوم جاي قايل له اللي تحتيها اللي هي اسمها الفاميلي تايبس، هي دي بقى اللي بتست منها. هنلاقي هنا البارامترز بتاعتنا اللي احنا معرفينها كلها موجوده، كان في 2 متعرفين جاهزين وكان في واحد احنا معرفينه هو ده. طب والله الويتس ده انا مش محتاجه، لان عرفت الويتس في تاني مكان، هقول له اكس مش عايزه، ديليت بارامتر، قلت له يس، تمام. بقى عندي ده وعندي ده، تمام. طبعا الدبس ده معمول لوك، والتاني ده مش نعمله لوك برضه كمان. ونقول ايه لو احنا جينا مثلا خلينا دي تبقى 1000 كده، نقول له ابلاي، ايه اللي حصل؟ ده اتغير ويبقى هي شغاله معانا جدا. طب خلينا دي 800، نقول له ابلاي، ده اتغير، يبقى ده الفاميلي بتاعتنا شغاله. طب والله لو احنا عايزين نستورد الفاميلي بتاعتنا ويبقى جواها تايبس، يعني ده الفاميلي وجواها اكتر من حاجه متعرفين جاهزين، ممكن نقوم جايين من هنا نقول له نيو تايب ونسميه مثلا كولم، او مثلا سي 1 سي 1 30 في 300 في 600 في 600 اوكي. هنا بقى لما نيجي نعمل الكلام ده نقول له انا اهو، نقول له 600 او 300 اهو، 300 في 600 ابلاي كده. هيبقى هو ده التايب الاولاني. نقول له عايزين واحد كمان، ده سي 2 مثلا 500 او 300 في 900، نقول له اوكي. هنيجي نقول له 600 دي عاملينها 900، ونقول له ابلاي
يبقى كده متعرف عندنا جاهزين. عايزين نشوف هنا كده، اه ده فينا، يبقى الفاميلي لما نيجي نستوردها يبقى فيها اتنين تايبس، تمام. نقول له اوكي. طب عايزين نستوردها جوه مشروع او حاجه، طبعا نجي مثلا فاتحين بروجكت اللي هو ده مثلا، اي بروجكت طبعا. احنا نسينا نقول اهم حاجه، يعني هي ايه اهم حاجه دي؟ لو احنا رجينا فتحنا الفاميلي ذات نفسها كده، تمام، ولا 3D، لازم نعمل فايل سيف از فاميلي، ونعمل فولدر جديد ونسمي فيه الفاميليز بتاعتنا، اسمها القلم ريكتانجل مثلا، ونقول له سيف. لان لو احنا كنا حفظنا قبل ما نعمل واحد سيف از، هيعدل على الفاميلي الرئيسيه بتاع البروجكت، واحنا مش عايزين الكلام ده. احنا عايزين الفاميلي الرئيسيه بتاع البروجكت تبقى هي زي ما هي، تمام. طب عايزين نستوردها جوه المشروع، في حاجه اسمها لود تو بروجكت، اهو لود تو بروجكت انتو بروجكت، هنلاقيها جايه هنا وفتحت لنا اهو ان احنا نرسمها. هذا جاي معانا عادي جدا، ونبتدي ان احنا نرسمها، شغاله معانا عادي جدا. لو احنا جينا حذفناهم كده عادي ونقلنا من قلم، هنلاقي هي متعرفه عندنا اسمها قلم ريكتانجل، ومتعرفه الاثنين تايبس اللي هم بتوعنا، تمام. ممكن برضو لو انا يعني حافظها على الديسك توب عندي، او ايا يكن اي مكان او اي فولدر، من قلم هنا بنقول له لود فاميلي، ونختارها من الديسك توب عندنا مثلا، واسمها هنا نعمل لها لود من هنا، ونقول له اوبن، هيتعمل معانا عادي جدا. نرجع تاني نشوف نوع تاني، وهو اللي هو مثلا مايل مثلا فايل، ومن فايل نقوم جايين له ادا نيو، نيو فاميلي من انجلش، نازلين عند الاستراكشر واحدة جديدة مثلا، يعني يبقى من الصفر يعني وكده. هذا structure column، تمام. يبقى دايما كده أول حاجة فايل save as، يعني أول خطوة في save as، نقول له مثلا نخليها sloped مثلا، أو slanted، أو نعمل tree column، tree column ماشي، اللي هو عمود وطالع منه تلات عمدان كده يعني. طبعا احنا بنحذف دول اهم حاجه الاول عشان نكريتهم احنا الاول ونظبط الدنيا عندنا. التري كولم ده اللي هو بيبقى حاجه مايله بلند، من بلند دي بيبقى فيه توب بيز، ايديت توب وايديت بيز. احنا دلوقتي قدام ظاهرين ايديت توب، يبقى احنا لسه بنرسم في البيز ماشي. مثلا عايزين نبقى دايره كده مثلا، والدايره دي مثلا 200 مثلا كده، 20 سنتي، وقلنا له دلوقتي مثلا ايد التوب. لو احنا كده بقى رسمناها بره بعيد شويه كده، اللي هي تبقى كده، قلنا له 200 كده، وقلنا له صح، اه ده هو دلوقتي بقى اترسمت معانا. طب احنا عايزين نرجع للباك كده، او مثلا ليفت، اه ده ظهر معانا ان هو مايل اهو. لو احنا جينا بس حركناها بس فوق كده وربطناها بيها، بقى هو العمود بتاعنا ظاهر مايل بالشكل ده، اه ده العمود بتاعنا ظاهر مايل بالشكل ده. طب احنا عايزين نعمل حاجة التري كولم ده اعمله ازاي؟ نيجي هنا ونعمل جايبين دي واير فريم، طبعا يعني نحاول بقدر الامكان واحنا بنرسم التري كولم ما نعملش الاكستند دي الا بعد ما نخلص الرسم بتاعنا. نقوم جايبين تاني واير فريم اهو، في واير فريم شغال، نقوم جايين له كريت تاني بلند، ونقايلين له مثلا من الدايرة دي نرسم دايرة فوقها كمان ماشي. ده بتاعت مين؟ بتاع العمود التاني اللي هو التاني من التلاتة، نقول ايدي التوب، وعايزين مثلا هيكون كده 200، ونقول له صح. يبقى ده تاني اتعمل، التالت كرييت بلند دايرة من 200 اهو، ونقول بلاش نبقى راسمين في نفس الأمر، لا احنا خلصنا نقوم جايين ايدي التوب ورايحين راسمين في الجزء ده، نقول له 200 اترسمت معانا، نقول له صح، بقت بالشكل ده. عايزين نشوف السيريتي كده، هي مش واضحة معانا لأن هي كليفلز يعني لسه محتاجين نظبطها من هنا اهو. هات الباك كده اهي دي، نقول له اللاين ده مع ده، نقول له مننساش نعمل اللوك دي، وده مع ده مننساش نعمل اللوك دي، ودي مع دي ومننساش نعمل اللوك دي. لو احنا كنا جينا في السيري تاني كده، هو ده العمود بتاعنا، هو ده التري كولوم، نقدر نطلع بأي شكل احنا محتاجينه. طب والله انا هنا مش مضطر ان اعرف برامتر، لان العمود ده هو عمود واحد بس موجود في المشروع، وده يعني نتحكم فيه كده. طب عايزين نعرف نعمل لود، يعني
بالشكل ده برضو جوه المشروع، ونشوف هيجيب معانا ايه. لود انتو بروجكت، هيفتح لنا بقى يقول لنا انت هنا في كذا مشروع مفتوح، انت عايزه في انا مشروع؟ انا عايزه في الهوسبيتال ده. اقول له اوكي. لو هنا بقول لنا ارسمه عادي جدا. والله انا مش عايزه، انا ماشي ممكن ارسمه كده عادي جدا، بس انا عايز حاجه تانية. افرض ان انا جايز مثلا عايز افتح السير دي كده، واقول له شيدد، ومن شيدد هنا اخفي لي بس ده كده، وعايز مثلا الدور الاخير ده كده، الدور الاخير ده كده كل العمدان اللي فيه اغيرها، او من فلتر اختار بس الكولمز بس كده، وعايز بس اغيرها كلها لمين؟ للفاميلي. فين الفاميلي؟ طبعا احنا عملناها انت بروجكت، او موجود التري كولم اهو. لو عملناها تري كولم كده هيفضل لي بس يحمل شويه، ويتعرف عليها تلقائي ان هي في الليفل ده، وجايه من نقرب كده باديه من هنا ومنتهيه عند البتاع ده. دي يبقى ده فايده مين؟ فايده ان احنا ربطناها بايه؟ بالطب وكذا. طب لو انا ما جيت ما ربطتهاش، وقلنا له والله في الكيري دي، قلت له بس كده اهو ريموف كونسترينت، ماشي، في اتنين مربوطين واتنين مش مربوطين. لو قلت له لود انت بروجكت تاني كده، لود انت بروجكت، هيقول لنا انت عايز تعدل. هنعدل، والبارامترز اللي هي اللي تحت دي. اوكي، هيبتدي يعدل كل الشغل بتاعنا. نشوف السيري دي كده تاني. هنلاحظ حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان في حاجات طالعة فوق مش متظبطة. هي ده بقى فايدة، لكن التانيين كانوا ايه؟ التانيين كانوا متظبطين. لو جيت تلاحظوا الفرق، كنترول زد تاني كده، ظابطين كله. يبقى ده الفرق ما بين الاتنين، وفرق ما بين احنا نربطهم بالليفل ما بينهم وما بين بعضين. عايزين نعمل حاجة مهمة كمان بقى. ايه؟ احنا دلوقتي خلصنا القلم، في بقى قلم تاني جديد، اللي هو مثلا عايزين نشتغل على نفس القلم ده مثلا عشان نعمل واحد جديد. وهو العمود ده مثلا، وجينا مثلا في اللور بتاع دي، وجينا حذفنا الكلام اللي فيه ده، مش محتاجين دول. عايزين نعرف حاجات تانية اهو. تمام. عايزين نرسم عمود فيه جنب مايل، يعني او هو شيفت كده، يعني نشوف الدنيا عامله ازاي. احنا اول حاجه بنعمل كرييت، ونعمل ريفرنس بلان. بس مثلا في عمود مايل ده ممكن ما يحتاجش فيه ريفرنس بلانز كتير. نعمل نرسمه الاول، ونشوف هنقدر نرسم الاول ولا نعمل ريفرنس بلان الاول. انا والله عايز ارسمه كده اهو، كده اهو، ومايل كده كده. طب انا والله عمود شكل ده، هل انا عارف احدد السنتر بتاعه ولا هو متغير؟ لا مش هعرف. يبقى هو ممكن في الاخر يكون ايه؟ من هنا كده مربوط بده. خلي بالك احنا نسينا نعمل حاجة مهمة، نعمل ده تاني ونقفله لوك، ها، بحيث انه يكون ممسوك من الكورنر كده وثابت يعني. ممكن والله ارسم له من كرييت، واقول له ريفرنس بلان، ونربط له باللي فوق ده، لو واحد واحد فوق هنا اهو، ريفرنس بلان فوق، ونقول له اللاين ده مع ده، ونقول له لوك، بحيث ان هو لما احنا نيجي نحرك ده كده يتحرك معايا وهكذا. لكن التانيين variables. طب والله انا عايز اعرف دايمنشنز للرأس ده، والضلع اللي تحت، والضلع ده، بحيث ان هو لو انا اديت له مثلا اكس فوق، اكس واحد واكس اتنين، هيعمل لي الزاوية. تمام. نجرب الكلام ده ازاي؟ انا اخش على كده ونقول له edit extrusion، ونقول له هنا من annotate نختار align من النقطة ده اهي، او ظهر نقطة للنقطة ده، ونقول له واحد، ومن هنا لهنا قلنا له اتنين، ومن هنا لهنا قلنا له تلاتة. نبتدي ايه؟ نعرف الحاجة بتاعتنا. طب هو ليه ظاهر التكست بتاعنا ظاهر بالشكل ده أبيض، يعني في أبيض ورا النص؟ من إيديت بتاعها نروح عند التكست، التكست باك جراوند، نعملها ترانسبيرنت، ونقول له أوكي، يظبط معانا كده. طب والله عايزين ننزلها تحت شوية، يبقى كده مفيش مشكلة جدا أي حاجة يعني. باقي خطوة مهمة إن إحنا نجي نعمل له، نعرف له الكلام ده، نقول له من هنا، نقول له والله خلينا دي اسمها إكس واحد، وهنعرف دلوقتي الفرق ما بين تايب وانستنس دلوقتي. اكس واحد هنعملهم دلوقتي انستنس، ماشي، نقول له اوكي، بقت اكس واحد، وهنا اعملها اسمها اكس اتنين انستنس. اوكي كده، واسميها اتش وانستنس. اوكي كده، لو قلت له صح بقينا خطوه. بس خلي بالك الدايمنشنز ما ظهرتش هنا، لكن لو انا جيت رسمتها بره، من بره كده هتظهر بره،
اهي هتظهر بره، لكن لو انا عملت ايديت ورسمتها من جوه مش هتظهر معايا. نرجع تاني من باك هنا، لازم ايه نظبط دي الاين من دي بدي، نقول له لوك، يبقى الدنيا كده ظابطه معايا. عايزين بقى نتست الشغل بتاعنا، نجيب نفتح السري دي كده ونتست بقى الشغل بتاعنا. نعمل من تيست منين؟ من فاميلي تايبس، ونيجي هنا. اه ده في كذا حاجه متعرفين انا كنت معرفها قبل كده. الدبس دي انا مش محتاجها، ديليت يس. الدبليو دي ديليت يس. يبقى لي التلاته اللي احنا ايه معرف. عايز ابتدي ان انا اقول له الاتش دي اخليها له ب 500، اقول له ابلاي كبرت اكس واحد عايزها ب 500 برضه، ابلاي اتعدلت شويه عايز اشوفها ملموسه 300 بس، ابلاي اه ظبطت. طب عايزين دي تبقى 600 مثلا، ابلاي اه كده كل حاجه اتعدلت عندنا. يبقى ده ايه بشكل مبدئي تيست العمود اللي هو ده. نقول اوكي. عايزين بقى نتيست اللي هو الانستنس، ومش الانستنس والطيب، احنا كنا قبل كده بنعملها طيب طب صح. عايزين نروح نشوف الفاميلي نفسها قبل ما نعدلها. نروح مثلا السري دي كده، هي كانت قبل كده معموله طيب صح. نيجي هنا في الستراكشر وكولم، كان في عندنا اسمها اللي هي الريكتانجل كولم دي اهو. لو احنا كده عند واحده فيهم كده وعملنا ايد الطيب، اه لقينا الدبليو بتاعنا متعرف هنا. يبقى الطيب بتلاقيها متعرفه جوه في الايد الطيب. اما الانستنس هنشوف بقى، تعال نشوف الانستنس عامله ازاي. نقول له من هنا اهو لود انتو بروجكت هوسبيتال، هنقول له اوفررايد. نرجع هنا بقى هناك في المشروع اهو، ونقول نقول نفس المعمود كده. اه ده ظاهر عندنا الاتش والاكس واحد والاكس اتنين جوه بره، فنقدر نعدلهم من بره عادي جدا. انت تعالى كده نتست كده، اقدر رسمنا العمود اهو، ونقول له خلينا مثلا شيدد كده شيدد اهو. عايزين بقى نجرب نعدل من بره كده، انا ضغطت عليه وقلنا له والله انا عايز الاتش دي تبقى ب 4 من 10، اتعدلت معايا من بره. طب عايز دي ادي 6 من 10، انا عايز دي 1 متر، وهكذا هتبتدي تتعدل معايا من بره. طب لو انا جيت قعدت عليه كده وقلت له ايد الطيب، مش هنلاقي حاجه في ايد الطيب جوه اصلا، احنا ما عرفناش حاجه في ايد الطيب. تمام. ده بشكل مبدئي الشغل بتاعنا في العمدان. عايزين بقى نعمل حاجه جديده، وهي في الاواعد. نقول له نيو فاميلي، ومن نيو فاميلي هنا نختار له من الانجليش، بدل ما احنا نختار الستراكشر قلم نختار له ايه ستراكشر فاونديشن. هذا ستراكشر فاونديشن، نقول له اوبن. ومن هنا اه في حاجه بقى مهمه، فرق جوهري لازم نعرفه. لو احنا جينا في الباك هنا، هنا في ليفل واحد، اما كان هنا في الباقي التاني كان في اتنين، لان الرسم العمدان وكده بتطلب ليفلين، اما الاواعد بتطلب ليفل واحد. تمام اه ليفل واحد. عايزين نرسم قاعده، نعمل ايه اول حاجه في القاعده عشان نسنترها؟ لازم يبقى من سنتر، يعني ممكن لو احنا عايزينها من كورنر تبقى من الكورنر، بس احنا نقول له من كرييت، ونقول له ريفرنس بلان. ادي الريفرنس بلان الاولاني اهو، وادي الريفرنس بلان التاني، وادي ده التالت، وادي ده ايه الرابع بالشكل ده مثلا. نقول له بعد كده انوتيت، ومن انوتيت نقول له الاين، نربط له الحاجات دي ببعض كده، نقول له كده نقول له ايكوال، ودي بدي بدي نقول له كده ونقول له ايكوال. تمام. بعد دلوقتي ده القاعدة بتاعتنا. بعد كده نقوم جايين له من كرييت، وجايين هنا نقول له اكسترويجن، لان القاعدة بتاعتنا رأسية مش مايلة. نقول له من ريكتانجل، ونقول له من الكورنر ده للكورنر ده، نقول له صح. عايزين نتست نشوف هل هذا شيدد، عايزين نتست نشوف هل هي متربطة بالفعل بالريفرنس بلان ولا لا. نحرك ده كده اه اتحرك معاه. يبقى انا لما اجي ارسم على طول كده من الكورنر بتاع الريفرنس كلهم بيتربطوا ببعض. طب لو انا جيت رسمتها كنترول زد كده نقول صح، بس جيت رسمتها جوه كده اهو اه صح كده ما اتربطتش بالريفرنس بلاي، يبقى لازم اضطر ان انا اعمل ايه الاين، واعمل عند كل ضلع كده لوك، عند كل ضلع لوك، وهكذا. تمام كده اتربطت بالريفرنس بلاي. بعد كده عايزين نضيف الدايمنشن بتاعتنا، افضل مكان للدايمنشن نقول له من ايديت اكسترودجن، ونضيف الدايمنشنز بتاعتنا ايه جوه. نقول له والله ادي اهو انوتيت، ومن انوتيت نقول له حط لنا من ده
لده، هذا الدايمنشن الأولاني، وده ده وده وده الدايمنشن التاني، نقول له اه صح. بس كده احنا حطينا ايه؟ احنا كده حطيناه من بره، نقول له صح كده تاني، اتضافت بره، انا مش عايزها بره، اعمل ايه؟ كنترول زد كده، كنترول شيفت زد كده، اديت اكستروجن اهو. بس لما اجي اضيفها من انوتيت اقول له اختار لي البوينت دي بالبوينت دي، وكده موجودة بقت متفعلة جوه، مش لونها باهت. ونقول له برضو من النقطة دي طبعا عايز بس تبقى ورا شوية كده اهو، تمام. اللي بعد كده من النقطة دي، النقطة دي يلا اهو تمام. بس من جوه بقى نبتدي نقول له والله ده اهي نخليها لي الويتس، ودي نخليها لي اللينث، تمام. ونقول له صح تمام. باقي خطوة مهمة وهي ايه؟ ان احنا نيجي في الباك هنا ونقول له ايه، عرف لي السيكنس بتاعك هيبقى عامل ازاي. الليفل ده، الليفل ده لو وقفنا عليه كده طبعا ده ليفل. اللي ملاحظ من هنا ان هو القاعدة تترسم فوق الليفل اللي احنا واقف عليه. لو احنا عايزين ننزلها تحت نقول له من هنا ننزلها تحت بالشكل ده، او تطلع فوق عادي جدا، او نقدر نتحكم من الاكستروجن اند من هنا، اقول له والله انا عايزها سالب 300 هتنزل تحت، عايز 300 اهو هتطلع فوق، تمام. انا عايز ده اللي هو اهو بتاب لحد ما اوصل للليفل ده، وبس انا عايز ايه احركه بس بره، يبقى ظاهر بس معايا كده كده الاند بتاعتي دي اهو. يعني التحريكه دي عشان بس هي ده متداخله ببعضها شويه اهو، انا كده مختار الريفرنس بلان ذات نفسه. يعني دي عادي هنسيبها شكل ما هي كده، ده الليفل بتاعنا. طبعا لازم نتاكد ان هي معمول لها الاين على على الليفل ده اللي هو تاب، اخترنا الليفل ده ودي ودي، وتعمل لهم لوك، اتاكد تاني اه لوك تمام. بحيث ان انا مثلا لو جيت غيرت الليفل ده كده لا هو معمول لوك. عايزين ندي دايمنشن، ممكن من هنا عادي جدا اقول له ادي اكستروجن، بس لا هنا هيدينا سايد فيو، يبقى ده مش شكل البلان. يبقى لا هنا بنضيف الدايمنشن من بره على طول، نقول له انوتيت ونقول له ما بين القاعده دي والقاعده دي التوب ده والتوب ده، ونضيف ده كده. تبدأ نعرفها بايه؟ بالنهاية الفونديشن سيكونس بعد كده. طب والله عايزين نروح الشريط كده نتأكد هو ده. أو الفكرة بقى كده في ايه؟ ان اي دايمنشن بنضيفه من بره بيظهر بالشكل ده، ويبقى بشكله صراحة مش حلو يعني، وللأسف مش بنعرف نعمل له هايد من هنا. مفيش هايد شكل المشروع التاني، فعشان كده بنحاول بقدر الإمكان واحنا شغالين من جوه نرسم يعني. عايزين نعمل كده شيدد ونتست بقى، نقول له نتست من هنا والله اهو انا عايز الفونديشن سيكنس دي اخليها 500 والله زاد معايا. طب عايزين اللينس ده يكون 2000، ريموف كونسترينت. طيب هو في مشكلة في اللينس ده، وانا بعرف الدايمنشن مش معرفة صح، او انا يعني مربوط بالكونسترينت مربوط بالريفرنس لاين. انا لو انا يعني متعمد ان انا اعمل الغلط ده علشان نلاحظ المشكلة دي، نرجع نعدل الحتة دي. وهي منين؟ نرجع للبلان تاني ونرجع من دي. شايف وهي اتحركت اصلا وسابت الريفرنس لاين، لان انا كنت حاطط الدايمنشن في البداية من جوه، لا وانا مش عايز الكلام ده. يبقى ارجع من دي، اعمل كنترول زد واقول له والله هات لنا ده ايديت تاني، ايديت ماشي، وده نشيلهم ماشي. بس نضيف الانوتيت بتاعنا منين؟ ما بين الريفرنس لاينز دي بس، بنقول له صح. هيطلعوا ظهر لنا بره، نعرفه من بره عادي جدا، او ممكن نرسمه من بره. نقول له خلي لي ديت هي الويدث ودي هي اللينز، ونيجي نتست كده، نقول له والله هات لي 3 دي تاني كده، وهات لي التست والله هات لي دي خليها لي يبقى 2000 والله زادت معايا، ودي عايزة ب 3000
باي، زادت معايا السمك تاني 600، زاد معايا. عايزين نضيف تايبس برضه من نيو تايب من هنا ونسميه R1، ويبقى ده هي أول واحدة معانا. نقول أبلاي أوكي، يبقى ده الفاميلي داخلة بتعرف فيها تايب واحد. طب والله عايزين نضيف قاعدة عادية تحت القاعدة المسلحة دي، نعملها ازاي؟ نيجي عند الريفرنس بلان ده كده، أو عند الفاميلي بلان ده، ونقول له رجع لنا بس ال كنترول شيفت كده. عايز أعمل رفرفة للحاجات دي، أو رفرفة للقاعدة المسلحة. أعمل الرفرفة دي ازاي؟ أقول له والله هات لي من كرييت، ومن كرييت هات لي اكستروجن، نرسم لي واحدة كمان. يعني هنا لازم اضطر ان انا اعمل دي وارسم بس اي حاجة كده، وانا هظبط البي عندي بايه، بالتعريف ذات نفسه. تقول صح كده، بس خلي بالك هي دي مرسومة من صفر لفوق. لو احنا جينا بصينا في السير دي كده، هما متداخلين في بعض. لا انا مش عايز الكلام ده يحصل، انا عايز ده ذات نفسها اللي بره دي تكون بالسالب، يبقى سالب 200 مثلا، لحد سالب 200. اوكي كده، فاللي نزلت تحت بقت تحت القاعدة بالشكل ده، وده اللي احنا محتاجينه. تمام، نيجي في البلان تاني كده، وانا عايز ان انا اعرف له ان كل الجوانب، اللي كل الجوانب بتاعتي دلوقتي فريم ما بين كل الرفرفة دي كلها، لا ده ليها سمك محدد. هي الرفرفة دي بقى هي بتساوي سمك القاعدة العادية. نيجي مثلا في الباك كده ونعرف له سمك القاعدة العادية، ادي اهو. نيجي من هنا انوتيت ونقول له من هنا لهنا على سمك القاعدة العادية، نقول له صح كده، ونقول له كده، ونقول له واحد جديد لأنه ما كانش موجود، نقول له تي بي سي، نقول له طيب ما فيش مشكلة. بعد كده اتعرف، لازم نضمن حاجة مهمة جدا، نقول له اللاين، واللاين باللي هو الليفل ده، لحد ما نختار ده ونجيب له ده معاه، نقفل بحيث ان هو التوب بتاع البلين كونكريت يكون متقفل بالليفل، والبوتوم يكون متقفل بتاع الار سي متقفل بنفس الليفل، بحيث ان ده ينزل لتحت وده يطلع لفوق. طبعا ممكن اغير الماتيريال برضه عادي جدا، لو انا ضغطت على كده وغطيت الماتيريال بحيث انها تكون داخله بالماتيريال بتاعتها جاهزه، نقول له من هنا ونقول له مثلا اوكي، ما ظهر معانا بالشكل ده. نقول له والله في السيري دي كده تاني، واحده فاتحه واحده غامقه، بحيث ان ده تبان. يعني بي حته مهمه جدا ان احنا نعرف له بقى الرفرفه، بحيث ان الرفرفه تكون مربوطه بالسمك. نقول له والله من انوتيت، ومن انوتيت اللاين، وانا ممكن اعمله ده مع دي كده، ونقول له ضغطه هنا، وبرده دي مع دي، ونقول له ضغطه هنا ماشي، دي مع دي ضغطه هنا، دي مع دي ضغطه هنا. تمام، باقي حته مهمه جدا وهي ان دي مع دي تكون موجوده. ممكن بقى يكونوا بس ايه، مش شرط ان انا اعمل اتنين، لان ده اهو هي في الاول في الاخر واحده اهو. نحذفهم بقى تاني ونعمل واحدة في كل جنب بس، بحيث إن الرفرفة تكون ثابتة. أنا أنوتيت، أنا عملت واحدة هنا صح؟ أعمل واحدة هنا أهو كده، ده في النص أهو، في النص، وبعد كده إيه؟ في النص. أحددهم بقى دول كده كلهم الأربعة مع بعض، كنترول أحددهم الأربعة. ومن هنا إن إحنا كلنا ولا كنا معرفينها تي بي سي، اتعرفت عليها وبقت كل الرفرفة اتساوت وبقت شكلها زي ما طالع معانا كده. برضو نفس المشكلة بتاعت التكست دي، كل اللي نقدر نعمله ان احنا نقول له ايه طيب، ونصغر بس الخط ده شوية، نخليه اداء ايه التكست نخليه واحد، ونقول له خليه لنا ايه كمان، الاوباك دي نخليها بس ترانسبيرنت والله كده، يعني بحيث انها تظهر معانا بالشكل ده. تمام، نتست بقى، نقول بعد كده من هنا التيست. والله انا عايز اغير في تي بي سي بقى، هي دي اللي كنت ما غيرتهاش، اخليها 300 كده، نقول والله ده اتغير السمك وغير الرفرفه بس، يبقى كده التيست بتاعنا شغال. لو عايز استورده جوه المشروع اقول له من هنا، اقول له هات لي في الهوست بتاعي، اقول له اوكي، ونقول تعالى نرسمها هنا مثلا فرضا، ونقول كده نضغط على دي كده، ونلاقي بقى ايه لو دخلنا ايه طيب. عشان احنا كنا مدخلين كل حاجه في ايه طيب كطيب، بقت موجودة جوه عادي جدا، شكلها شكل أي قاعدة، ونعمل دبليكيت وهكذا جدا. السير دي كده بتاعها، السير دي ادي السير دي اهي، ادي القاعدة بتاعتنا اهي. وكده يعني بشكل مبدئي نقدر نقول احنا خلصنا الفاميليز بقى. بس ممكن حاجة أخيرة كمان بقى في الفاونديشن، ان احنا عايزين نعمل مثلا بايل كابس،
بايل ايه؟ بايل كابس. احنا ممكن مثلا نشيل كل ده، كمان احنا مش محتاجينه بقى خلاص تاني. بس كده. بايل كاب، عشان نعمل بايل كاب طبعا بيكون ليها لي اوت، واللي اوت دي بنستوردها من هنا، ادا انسيرت امبورت كاد، ونيجي مثلا على الديسك توب، في مثلا عندنا بايل كاب دي، نقول له مثلا هي كانت عندنا بالمتر مثلا، وعايزينها مثلا سنتر تو سنتر، نقول له والله اوكي كده، هيبقى جات لنا كده مثلا. تمام، بقت بالشكل ده. والله انا ممكن ان انا اجي احرك دي بس كده، اسحبها بس عندي، تبقى سنترها في العمود هنا. انا برضو في الاول في الاخر لو عايز اسنترها كويس، ممكن اقوم جاي بقى اعمل ريفرنس بلان هنا، هذا ريفرنس بلان، هذا كرييت، ومن كرييت هنا اقول له ريفرنس بلان، انا عايز بس ريفرنس بلان كده، وريفرنس بلان كده، وريفرنس بلان كده، وريفرنس بلان كده. ماشي، انا طبعا عايز اخلي المسافات ما بين الريفرنس بلان دي وما بينهم بعضها متساويه، بحيث ان سنتر العمود ده في الاخر يكون موجود هنا. اعمل ده ازاي؟ ادم النوتيت، احنا طبعا هنعمل حاجه بس في السراوند شيل، ادا كده اهو، بنقول له ايكوال. ماشي، ومن دي ودي ودي بنقول له ايكوال كده، ظبطت معايا. بنحاول بقدر الامكان نسنترها، نشوف طريقه نسنتر بيها، ان احنا نجي عاملين كده موف من السنتر ده، نقوم جايبين عند السنتر ده. ماشي، ونموف تاني من السنتر ده، فين السنتر بتاعنا؟ هذا ده المثلث ده، اجي بس انقلها عند السنتر ده كده، اتنقلت عندي، بقت لفوق زي اللي تحت بالظبط. اقوم جاي اعمل ايه بقى؟ اقوم جاي بس ان انا محرك ده كده، ماشي، ومحرك اللي فوق برضه كده، بس يبقى كده هو اتسنتر معايا جدا في الجزء ده. بس ابتدي ان انا بقى ايه، اكريت الشغل بتاعي بقى، اقول له والله ادا من كرييت، ومن كرييت هنا هات لي اكسترويجن، ومن اكسترويجن والله انا عايز ارسم البلانه دي ذات نفسها، اقول له والله اهو 1 2 3 4 5 مثلا 6 كده، واقول له بقى بالفلت اعمل لي دي بدي ودي بدي كده، خلاص اترسمت معايا. اقول له صح. طب انا قبل ما اخرج من الصح احط الدايمنشنز بتاعتي بقى، اقول له من اللاين دي، اللاين دي، واقول له والله هات لي مثلا ده بده، ماشي، واقول له هات لي دي ودي، بحيث ان هما التلاتة دول يكونوا ايه، متساويين كحاجة يعني واحدة. ماشي، نقوم جاي مثلا قايل له ده مع دي مع دي، نقول له من هنا اعرف لي حاجة جديدة اسمها الاكس مثلا، اسمها الاكس، نقول له نسميها لي مثلا، خليها لي انستنس دلوقتي، نقول له اوكي. عايزين نعرف حاجة جديدة كمان، انوتيت، ومن انوتيت نقول له انا عايزين نعرف الابعاد التانية اللي هي دي، اللي هي دي مثلا كده كده، واقول له اعرفهم لي ان هم مثلا يكونوا حاجة اسمها البي مثلا، اقول له خليها لي انستنس برضه، ده كتست يعني، نشوف تيست كده من هنا كده، ونقول له والله ده في حاجات زيادة بقى انا مش محتاجها، ايه تي بي سي دي بقى مش محتاجها، دي كانت في اللي قبل كده، الويتس برضه مش محتاجها، ده دي كانت الحاجات الرئيسية في المشروع ذات نفسه. ماشي، الحاجات الرئيسية الفاونديشن سيكنس دي برضو، كل الحاجات الرئيسية مش انا محتاجها، بس ايه الاكس والبي. ده اهو، خلي لي دي ب 850، 850 اهو، ابلاي كده، ابلاي، كلهم زادوا. تمام، طب عايزين نجرب البي، نخليها 3500، ابلاي كده، زادت هي، بس هو مثبت حاجة معينة. فعلشان كده انك تعمل حاجة للحاجات دي او للبايل كابس، لا هيبقى كل واحدة بيبقى لها بايل كاب معينة، يا اما تتعب شوية بقى انك تختار تثبت كل الاضلاع دي عشان توصل لحاجة يعني. تمام، بس انا هرجع تاني خالص للايه، للشكل الرئيسي بتاعي، وانا مش محتاج بارامتر، انا كده كده في الاول في الاخر هرسمها، واخش ان انا بس اعرف بارامترز للديامتر بتاع الخوازيق،
والسمك بتاع البايل كابسة نفسها. باقي دلوقتي ان انا احدد دي واقول له الاكسترجن بتاعي كام، اخليها من صفر، خليها مثلا ل 500 دلوقتي، بحيث ان انا رحت في الباك هنا هي دي البايل كاب ماشي. طب عايز ارسم الخوازيق، ادم من كرييت، لازم اروح في هنا واقول له ادم من كرييت اكسترجن. ممكن نرسمهم التلاتة مع بعض، هذا واحد اهو، واحد اتنين تلاتة، بس اقول الاكسترجن بتاعي بقى بالسالب لحد سالب مثلا 20 متر، لا بس ده بالملي، خلي بالك لحد سالب 2000 او 10، لحد سالب 5000 اللي هي هتبقى 5 متر. والله ماشي، بنقول له صح كده، نجي نفتح الباك كده. ده هي موجودة اهي معانا. طب والله انا عايز اعرف حاجة طبعا انا ما عنديش، عايز محتاج اللي اوي دي خلاص، اللي ما محتاجها، عايز اعرف طبعا اللوك اللي بتاعت الليفل دي، نحركها بس شوية لبره كده، ومن هنا نحركها بره شوية بس تكون واضحة معانا ماشي. عايزين نرسم ريفرنس بلان هنا اهو، كرييت، ونقول له ريفرنس بلان كده اهو، بحيث ان نربط بيه التوب بتاع مين، البوتوم بتاع الخوازيق ذات نفسها. ده من الاين دي مع دي، واقول له لوك، واقول له دي مع تاب كده، واقول له لوك، بحيث ان انا لو انا جيت عملت كده يزيد معايا الخوازيق، واربط له بقى ايه كدايمنشن من هنا يعني. هقول له انوتيت من دي لدي لوك كده، واقول له ومن هنا اعرفه ان ايه البايل، واقول له اوكي تمام. عايزين نعرف في السمك، انوتيت من هنا لهنا، واقول له ان دي اسمها التي تي بايل كاب، بايل كاب بس كده، نقول له خليها لي اوكي مفيش مشكلة كده، ونتست بقى الشغل بتاعنا. نقول له هات لنا هنا كده في ال، طبعا في حاجة مهمة جدا نسينا نعملها، الديامتر بتاع الخازوق ذات نفسه. نيجي عند دي ونقول له edit extrusion، ومن هنا نضيف له بقى ايه annotate، ونقول له ضيف لنا الديامتر، هذا واحد اتنين طبعا اهي كده، ومننساش ان احنا نيجي نقول له حدد من التلاتة، ومن هنا نقول له سميها لي الدي، واقول له اوكي كده الدنيا بقت متظبطة معانا، نقول له صح. نيجي هنا بقى نقول له تيست بقى الشغل، الكلام ده تيست طبعا. في محتاجينه وفي مش محتاجينه، قدام العداش محتاجينه طبعا. يس التي كاب دي هي اللي محتاجينها، لو قلنا له دي ان دي خليها لي مثلا 600، نقول له ابلاي، زادت معانا بالفعل. الاكس ديفولت دي يعني خلاص ممكن ما عداش محتاجينها بقى يعني، بس هي بتتحكم في حاجات. محتاجين اللينس بتاع الخازوق ذات نفسه، نخليه مثلا نزود صفر كمان كده، ابلاي. لا ده مش اللينس، اللينس ده ما كانش موجود، مش بتاعنا اصلا، ال ال باير هي دي. برضه خليها لي 10000 كده، ابلاي. ده ايه اللي حصل في ال ال باير كاب دي؟ احنا ما كناش مربطين الدنيا ما بينها وما بين بعض، فطلع لي فوق. عايزين نطلع نعالج المشكله دي، فعشان كده دايما التيست ده هو اللي بيحل المشاكل دي كلها. نرجع تاني نقول له كنترول زد، ونرجع نقول له هات لنا هنا الباك تاني كده، ده تي بول كاب خلاص، وده عايزين اللاين، اللاين بمين بمين، هذا دي بمين تاب طب لحد ما ناخد مين، ممكن نقوم جاي بس بكل بساطة كده اهو ساحبين دي تحت كده، هنفك الريموف كونسترينت، ونقول له طلعها لي فوق تاني كده، او اقفل لي الكونسترينت بتاعتك دي، وهكذا دي عشان نظبط الكونسترينت بتاعتها. ده هي دي اللي ما كانتش متربطة بقى، يعني نقوم جاي منزلينها تاني لحد هنا كده، ونقول له اقفل لي اللوك، يبقى دي الدنيا ظبطت معايا. نرجع تاني 3D كده ونتست، والتيست اللي هطلع معانا المشاكل كلها نخليها 10000 ابلاي. ده كده ظبطت معايا اهي، اوكي كده تيست تاني كده، هذا اهو
اللي باين خلاني مثلا ب 8000 او باين. ثواني كده نرجع للمشكلة تاني. من هنا ايه المشكلة اللي حصلت؟ ده ما كانش متربط بيه. ده اللاين ده بده نقول بلوك، وده كده نقول له والله كبايلز وكده تست كده شغالة معانا عادي جدا. انوتيت ونربط له اللاين ما بين ده وده، يبقى احنا ممكن نكون ربطنا بحاجة غلط يعني. دي نبتدي ان احنا نربطها باللي باي. تمام كده اتظبط معانا اهو. نقول له تيست للشغل تاني كده، نخليها لي ب 10000 والله يشتغل معانا. يبقى احنا كنا رابطينها بالقاعدة بالقاعدة مش بالليفل، يبقى لازم نخلي بالنا من حاجة شكل كده. طب نيجي نجرب الديامتر، نخليه 300 مثلا والله. ده صغر معانا اهو، يبقى ده تمام جدا. باقي التي بول كابتن نجرب كده نشوف هتشتغل معانا والله. اشتغل. يبقى احنا كده البالكاب بتاعتنا تمام جدا. نخلي دي بقى 600 باي بس كده اوكي. يبقى ديت البالكاب بتاعتنا شغالة جدا. نقدر نستخدمها. ممكن نجي له بقى ايه استبردها جوه المشروع هوسبيتال ده، عدلنا انا بالبارامترز بتاعتك بقت هي دي ماشي او سيري دي بقت هي دي. لو جينا ضغطنا كده و البيول اكس دي اللي كانوا احنا كنا عاملينهم قبل كده مش بتوعنا، ممكن ايديت. طيب هنلاقي بقى هنا ال ال فايل، اللي هنلاقي هذا ال ال فايل اهي. هنا نعدل هنا نخليها 8000 اوبلاي. اتعدل معانا مش مستدل ده 8000 متر، فاحنا مش عايزين الكلام ده. نخليها 8 متر نقول له اوبلاي ظبطت معانا. عايزين ال تي فايل كاب نخليها 1 متر اوبلاي تعدل معانا. باقي مين باقي دي الديامتر، ادي الديامتر نخليها نص ابلاي اتعدل معانا جدا. يبقى احنا كده الفاميلي بتاعتنا تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.